اول يوم في اربع سلع اتخفضوا اسعارهم في المنظومه التموينيه. السكر نزل 8.5 بدل 9.5، الرز نزل 8 جنيه بدل 9 جنيه، في الدقيق بقى ب 6.5، في الزيت اللتر 17 جنيه بدل 19 جنيه. الناس سامعه وفاكره ومتابعه وعارفه كل حاجه، كله النهارده داخل بيصرف، احنا بنصرف فرق نقاط الخبز، فكله داخل بيصرف فرق نقاط الخبز. عندكم الاسعار الجديده يا جماعه؟ عندنا الاسعار الجديده، بيشوفوا فعلا. وبعدين زيت التموين احسن من زوج كتير جدا، قطاع خاص. العبوه الوزن مثلا 1 لتر درجه جوده ممتازه، سعر ممتاز. نفس الكلام الرز، يعني الجوده بتاعته بتعادل ابو 10 و11 جنيه. السكر كيلو وسكر قصب نوعين نضيفه جدا. كل حاجه دي 6.5، اقل دي ب 8 جنيه وانت طالع. فالناس لا مبسوطه جدا، وفي اقبال شديد على السلع دي النهارده، وهي بتصرف نقاط الخبز يعني.